بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر هتفضل بخير وإن شاء الله يفضل فيها الخير كتير بإذن الله. النهاردة احنا في قرية دفش تبع لمركز صبلوط. طبعا مؤسسة مصر الخير دي مؤسسة كبيرة على مستوى الجمهورية، مش في المنيا بس. اتعاملنا معاهم كتير قبل كده، اتعاملنا معاهم من اكتر من ممكن 6 سنين تقريبا. عملوا تطوير للوحدات عندنا، وحدات بطارية، وبرضو شغالين في الوحدات الطب اللي هي الوحدات الصحية. عملوا لنا تطوير لوحدة جلوسنا ووحدة اسطال، فرشوها فرش كامل، جميع الأجهزة الطبية المطورة منها السونار. طبعا مؤسسة مصر الخير بصراحة عملت شغل معنا، طبعا التعاون مع البنك الأهلي المصري. طبعا حاجات دي احنا يعني حاجات معلومات عامة بالنسبة لنا احنا، لكن ملناش قصة ولا لنا تدخل التعاون ده يعني ازاي، لكن اللي يهمني انا ان هو عمل بيفيد الناس وعمل خيري جيد. يعني نتمنى ان هو يتعمم على مستوى الجمهورية، وهو اكيد متعمم يعني، لان هم متعاقدين مع معهد تناسلية الهرم، بيجيبوا نخبة من افضل الاطباء البيطريين على مستوى الجمهورية. يعني الاطباء اللي هم في معهد تناسليات الهرم دول من انضف الاطباء او من اشطر واكفى اطباء التناسليات في مصر عموما، ومعاهم برضو دكاتره جراحه على راسهم دكتور نادر. طبعا كان في ناس اساتذتنا الكبار كان طلعوا معاش، ربنا يديهم الصحه، برضو كانوا بيجوا معاهم الفتره اللي فاتت. طبعا العلاج ده علاج مجاني، ادويه مستورده كلها، ادويه كفاءه عاليه. بصراحة حاجة مشرفة وحاجة تفرح. طبعا احنا بالنسبة لنا احنا بنفرح للحاجات اللي زي ديت، ان الناس كله اللي عنده ان شاء الله يكون عندك 1000 راس غنم زي ما انتم شايفين كده، قطيع كامل 400 طلع ودخل مكانه قطيع تاني، ده كله تجرع ديدان، واللي عنده حاجات في الفم زي اللي انتم تشوفوها في الفيديو ديت، اللي هي طبعا ان كان طاعون مشترات او فيزيكولاستوماتيتس او الحرارة اللي بتبقى فم البيض الصغير ده اللي بيموت من كتر الاسهالات. برضو في حالات بتموت من الاسهال اللي هو البيض الرضيع، طبعا عشان قلة التحصينات وعدم الاهتمام بتحصين القطيع ضد الامراض الوبائية، هو ده اللي بيعمل المشاكل دي كلها. فدايما الغنامة يعني مع احترامي ليهم دايما لهم مخ وحديهم كده مع نفسهم. هو الواحد منهم مسك ابرة ومسك سرنجة، خلاص هو شغال مع نفسه، عارف كل حاجة. تحب تنصح يقولك لا ده انا عارف، ده انا بجيب الانالجين وبجيب الاوكس، يفكر ان الطب البيطري كله انالجين واوكس وخلاص. لا طبعا، التشخيص الغلط بيبهدل الحيوان. يعني انت اساسا لما تدي الحيوان الجرعة بتاعته حتى لو كانت صح، يعني حتى لو كان المضاد الحيوي اللي انت تشتغل بيه صح، وديت الجرعة للحيوان اقل من المعدل بتاعه او اقل من الوزن بتاعه المظبوط، بيعمل مناعة عند الحيوان. تيجي تدي المضاد الحيوي ده 100 مرة بعد كده ما بيجيبش تأثير، خلاص انت كده بوظت المضاد الحيوي ده بالنسبة للحيوانات بتاعتك، لازم تغير المضاد الحيوي ده. فطبعا بننصح طبعا كل الجماعة الغنامة طبعا ان هم يعني يتعاملوا مع طبيب كاشراف. انا عندي قطيع 400 راس، لما تكونوا 3 4 مع بعضيكوا وتتفقوا مع طبيب يشرف لكم على القطيع ان شاء الله مرة في الاسبوع، يعني يجيكوا مرة في الاسبوع زيارة، يعني الواحد مش هتقع عليه مبلغ معين يعني، وتبقوا انتوا كده ماشيين بامان، وهيوصف لك العلاج الكويس وهيقول لك ادي كذا كذا كذا، ما تتعاملش بنفسك. فالمهم طبعا القافلة دي النهاردة انا فرحان سعيد جدا بصراحة بيهم، شرفونا هنا في محافظة المنيا، شرفونا ونورونا. وامبارح كنا في قرية اسطال، في وحدة اسطال البطارية، برضو كانوا شغالين برضو علاج مجاني، جميع الحالات جس بالسونار زي ما انتم شايفين. طبعا الحالات السونار دي برا يعني الدكتور بياخد 100 جنيه على البارة، وممكن 30 و50 على النعجة لما يكون في مكان بعيد. فاحنا طبعا هنا النهارده هو اتجس ببلاش مجاني على حساب مؤسسة مصر الخير. فياريت النشاطات دي بصراحة حاجات تفرح، حاجات كويسة. ده غير تسليم الأغنام والمعز اللي كنت أنا صورته قبل كده في المؤسسات أو الجمعيات الأهلية التانية. فكل حد بيساعد في الخير احنا ندعمه ونقف في ظهره ونقف معاه ونساعده بكل قوة كمان، بحيث ان احنا نخدم أهالينا
اللي هم في الكرة بتاعتنا او في الكرة المجاورة لينا. فمشروع كويس، مشروع حلو بصراحة، حاجة تشرف. دكاترة على أعلى مستوى، ما بيتأخروش على حد، كلموا الناس بكل سلاسة وهدوء، تعال هنا تعال هنا عليك، حتى اللي عنده حمارة جابها، لو ما فيهاش حاجة بيجرحها ديدان، برضو عنده الغنم اللي ما فيهاش حاجة خد لها جرعة ديدان. حاجة ديكم شايفين البنكيور، حاجات مستوردة ليفا فلوك، برضو أدوية كويسة يعني، برضو في حاجة زي الدراكسين كده شغالين بيها التهاب الرئوي، والحاجات اللي بالنسبة للإسهالات برضو سلفات، في مجموعة فيتامينات وفتح شهية، جميع الأدوية متوفرة هنا. برضو في حقن اللي هي الهرمونات بتاع المبايض، تنشيط المبايض. طبعا الحقن دي غالية برة، يعني ال 2 سنت بيعملوا لهم تقريبا 100 جنيه أو 150 جنيه، فهنا بيدوها ببلاش. فدي حاجة بصراحة خدمة للناس وخدمة للأهالي. ربنا يجازي الناس دي خير يا رب إن شاء الله، ويكتبوا في ميزان حسناتهم، ونتمنى إن هم يعني يجونا كل شهر، يعني كل أسبوع مش كل شهر. فطبعا احنا فرحانين بيهم وسعداء بالنشاط بتاعهم، وهم شغالين بايديهم، دكاترة على اعلى مستوى، ما بيتأخروش عن اي حد، لكن المكان هو اللي بيحكم. يعني انت هات حيواناتك هنا، لان هم صعب ان هم يتحركوا، لان هم لو اتحركوا مش هيخلصوا، لكن المكان موجود هنا. لو عندك زي ما قلت 1000 نعج 1000 بقرة هاتهم هنا، عايز تجسهم كلهم ببلاش يجسهم لك، عايز تعالجهم تديهم جرعة ديدان، لو حاجة عندك مريضة هيعالجها لك. فمشروع كويس، مشروع بصراحة يسعد. عشان كده بقول لكم مصر مليانة خير، وهتفضل ان شاء الله مليانة خير الى يوم الدين، وان شاء الله ما فيش حد زي الشعب المصري ده ابدا يعني. ربنا يبارك في كل اللي بيعمل خير، ونتمنى ان هو يتعمم على مستوى الجمهورية. برضو بالنسبة للموضوع الاغنام، انتوا شايفين طبعا كل البيوض الصغير ده، يعني الراجل بيشتكي بيقول انا عندي حوالي اكتر من 20 واحد ماتوا بسبب الاسهال. طبعا دي عدوى، بتبقى عدوى فيروسيه او عدوى اسمها المالتي ميكروبيال ديزيز. مالتي ميكروبيال يعني كذا ميكروب، يعني عدوى مختلطه، كذا نوع بكتيريا مع فيروس، وده الرضيع بيبقى نازل بياخد الفيروس، مجرد ما بينزل من بطن امه تلاقي اسهالات اشتغلت بالاسهال الاصفر زي اللي انتم شايفينه برضو وصورته في الفيديو. الاسهال الاصفر ديت يعني انا اللي ثبت وجوده معانا حاجه اسمها هيلكيور، حتى ان كان غالي ب 3000 جنيه الجيركن، لكن بصراحه هو الوحيد، الحاجه الوحيده اللي ثبتت وجودها اللي هو الهيلكيور شرب. ده ممتاز ممتاز ممتاز، الرضيع بياخد 3 سنتي شرب في بوجه، بيجيب نتيجه حلوه معاك يعني، زائد محلول معالج الجفاف، زائد الانتينال والفلاجيل لو اتوفر عندك بتدي منه برضه. فنتمنى يعني ان شاء الله ان احنا نخدم الناس كلها يعني، ونتمنى المشروع ده يعمم ويكرروه مره واثنين وعشر وعشرين، واحنا جاهزين في اي وقت، احنا جاهزين نتعاون معاهم ونقف معاهم ونقدم اي تسهيلات، احنا شغالين معاهم باذن الله. يا رب ان شاء الله مصر تكون دايما بخير، ودايما مصر ولادة، وان شاء الله في خير ليلة يوم الدين. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.